أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع سبتهاي مع السند كسر دواد والك صباح نمي أعلن سيدة ميديا وصباح نمي أربعة قلبة حساسية اي نوصو سعدو فضلاً نلاتشوك حوق حساسية قسارو ينكي دوهاني فرماجة كسو غاري دقال كي وولا قلي رئيس الوزراء قرنك محمد حسين روبلي مدحوينا وقت جيسو دماضي دوهان محمد عبدالله فرماجو رئيس الوزراء محمد حسين روبلي ايا اسقبت الى بجر مدى كير بقل الى باطن عشو خلاف كلابدن ان ايا سببي انو فرماجو لبجر اسقو ديو انو شقدك جوجي رئيس الوزراء حكومة ديحي قارسين تمودن محمد حسين روبلي لكن كما قوليسن ما دام اوسن جرين قدب دستوري او حق سينيا تلابد وقاد يو دوهان فرماجو دقال كلابادا نين وحو كمدها وحيابه سيدا وين ديب اوبو ديگاي دورا شديد دل كلابادا حي سادبا وحي كي مادين دن كمدح ويني هوري دوهاني محمد عبدالله فرماجو لابادا جير وحو فرماجو دفاع ايي سراكيش هاي ادى نسا دقال كي كوباد وحو كبلاو دي دفاع فاد ياسين دقال كي لابادنا وحو كدشاي كرسيقا ياسين فري او اهنين لغو تونسان يهي انو قاعان تيسا كود دلي اكران تهليل تاسو موجي نيسا سيدا يحبناها نيسا مهيم اوغي يهين دوهاني محمد عبدالله فرماجو خقا او الدفاع ايو وحي قاعان سار حوقن للي يهين عالم كنو عدي يي الركال شباب هدبا وربحين تاني وحان كو ايغينا وحا فرماجو اوغا قساري لبدي دقال اي اولا قلي رئيس الوزارة محمد حسين روبلي دقال كي كو واد فرماجو وحوواي او حلكي لغا قاضي تليه نيسا فهد ياسين حاج الداهر دلاغا قسلا هاي ادي ايانا سمعاد اهان او بربورتي ادون كان او اقونساتي ان اي شباب قعنسار الليهين وحانا فرماج لغو دهمي اساقا انو وحكا او بيهاي كيسكي اقران تهليل عالم كان او لايابي سيدا او الدفاع ايو فهد ياسين اي ياسين فري جيس من ريحان فرماج وحو دقال كي كوباد كواي وزارة دا امنiga وزارة دا كهور انتا اوسان دقال كا بلابان وحا جوغ جري حسن حندوبي او دنكا فرماجو ادوغو دوال لكن مركي حيسادو قراح ذي وال بيحيي حسن حندوبي وحان الله كان وزارة دا عبدالله محمد نور تاسي او دنكا رئيس الوزارة روبلا مرسيسي وزارة دي مهيم كاو اهيد فرماجو هشيز كي لبدا نين لغو حاليي خلاف كودا كوباد حبنيه دنكا روبلا كسعودي وحي هلين حلال سيدا بشير قوبي او وزير الدولة قاتي يهيا دا سعودال كي جنسي دها او لسيي ميد كميد اهي لتلياش رئيس الوزارة روبلي وهيد كلا او مهيمو اهيد مدحويني هوري صوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو قعان تودانا كباحدي نبسو قدي او اي وحبادن قعان تاكو هايين كوحدا مدحويني هوري صوماليا فرماجو وحالاقو هشيي انتاليه لو مقا عابا يا او ناخدو قف لبادا دينا كيشيين روبلانا او كانسدو قفكا نقونا يكو حيقينكا إلا يهدد تليا الرسمي آي لوما مقا عابين هيدا نبسو قدا هدي او فرماجو كليجيس اسكا مقا عابانا وحالاقا بقايا انو الروبل ديدو اسلام مركاسيني وزير بدن او حلقا قادو هاي اداني انكستو اي ولي اوود اهان دنكا فرماجو جرتو حداني ان درفكا لغولاد دقو ايا كميد اه قسارو انكا فرماجو كسو غاريا دقال كي كوباد اي اولا قلي روبل دقال كي لباد اي بشي لسو دافي اي ولينا آن لحالين وحا اسنا فرماجو اغو لومي وح بدن او مهيم اهي وحانا كميد اهي وزارة دقا شاندقا او او مدحويني هوري دوهاني فرماجو ان بدن قفاني جري اسلام مركاسين دور حابين هالكاس اوهي دي markii uu dagaalka labaad qarxay Roble wuxuu bedelay wasiirka gaashaandiga Hassan Hussein Haaji oo dhanka farmaajo ka socday wuxuuna kansalay jaamac oo dhankiisa ahay taasi waxay ka dhigan tahay in dhamaan wasaaradaha qaabilsan amniga laga bixiyay gacanta dhawane Maxamed Cabdullaahi farmaajo dagaalkani labaad wuxuu farmaajo ku waayay talo xubnood oo kamid ahay gudigay xalinta khilaafaadka kuwaasi oo dhankiisa ahaa balse uu shaqada ka eryay Ra'iisul Wasaare Roble وحانا حبناها اللي إرجي كجرة قدوميه قد ديگاسي او إن بدن وحو بوباي دوهاني محمد عبدالله فرماجو يفاد ياسين سيدوك لوحو فرماجو دقال كان اللباد كلوميه قدوميه قد ديگا دورشو إنكا هير فدرال محمد حسن عرو كاسي ودن كيسا كسعودي وحانا شقوك إرين تيسا لو أذيك سري حبناها قد ديگا حدانا هقان كي قد ديگا وحا قاتي حبن دن كسعيد داني كسعودي خلاف كاللباد وحا سيدوك للغو اغادي ان مامولا دي او فرماجو اسكو هلين يي ايسان وح بدن او تاري كارين ماركي اي قرب استاجي واين شركي او اعلامي وحي اهيد حالد لغو اغادي ان او سان حد سيدوك لأود بدنين امارات کا عربتا او فرماجو البابدا صوماليا كحيري ايا داريخ عصوب هلي انتي او جري خلاف كالرابلي فرماجو وحيابها سيورنا وحيداد بلان قابان إن لغا بدبادي كري هدي اوسان فرماجو قلي لهين دقال كروبلي او آن إساقو وحبك قسارين ما دام اوسان مشرح اهين روبلي حمنا قد اهما هيسان وزارة مهيم اهيما هيسان تليال ايا هي اذا مهيم اهيما هيسان دقال كهور مركا لجوغ سياسة دا انا دراستو دقال كقف آن وحبك عانتا اوغو جرين
وعلامد موجينيسا إناد أبرارتي إن حساب تادا قيب لغا قاتو ساحيب بدا مدحويني يوري سوماليا دوهاني محمد عبدالله فرماجو قاركو دوحي قبين إن انتاسو قسارو أهل لغا بدبادين كري كوحدا نبط ينالو لكن لما قادن تلذوذا انتاس وحاد دا وعسو قاري حق سمعبا اي رجال دورشاد دوهاني محمد عبدالله فرماجو اي من كدالك تلذي سوحاسي ودا او كد مشلين ايا اسلام مركاسينا دورشاد قعانتكو هيا رئيس الوزاري محمد حسين روبلي شعبك سوماليا ايانا قرب كيسة تاغن فضلا دب اداور كيني هوري اي على انسيد الميديا حوق حساسيا فافاهينا كصوبح ايا قرح حوقن او اسميدا منها او كدعي مقالة مقدشو فيلا سوماليا او مركي سدحاد قرحية اسدب الجوغ اهي كوادا مقالة مقدشو شاكيجي لغا قبي ايا امكا صوبح ايا سيدا اي حقيجيان داد قوب جوغيا لاهي افرقف ايا غيريو تاي او يران طوان كلانا واعي كدا واعمين قرح او فولي قف نفتي هاليغا اه او اسمي داميي قلن كي دنب ايمان تاوحانا جرى قسار اسوغ جرى دماشا يداوع قرح ايا سيگار اهلاو بيكس داد كو سوغنا مقاحي كو تالا كسوهر جيد كحيرادا نعنا عيدك مدى ودى جرى مقالة مقدشو اسكر كمي داه كو غرغر او داوع يا قبا ايا كو كلاو عيدان اه اسو قرمدين وحي سيحوغ اهي كو مرين ودد ادى تربون كا جيد كان وحي كو فرتين رساس حوغن سي داوع يدا او جيان اسبتال كا ديكفير سورة لغا سوقادي مقاحي دالا بيكسدي ايا لا اركي كري بربر او قرح او جيستي وحانا داد شعب اهي اي سيدوكالي كودا وعمين اما قسار او كسو غاري ولي لا ماه امنiga ميسان كهدلي ناسا اهاتي وزيرك غاشاندي غايا كهدلي افرقوف ايا كودي متاي كودواد طوان كلانا واي كودا وعمين سيدا اي وربيحي ندي ادن بيشي غيان داد كدين تاي يكو ودا وعمي ايا لولا عن رئيس بتالة دا مقدشو وحينا ابد ناين دالا يرو هالكاسي كو قهوي نيسي وحانا كو جيرو عيدما دا غرغر قاديد كا قرمد كا دك دقاهي عيدما دا بوليس كا سوماليا ايا غاري غوبتا وحانا سعوداي قرمد لو سمين ايا ديبان ايا شاسي قرح يدا اي فولين ايان داد كا اسو سوحيرا وحيابها قرحا ايا كورداي مالمي اللا سو دافاي وحانا او قدن بيي قرحي للا ايكتا يا فايان كي حكومة دي رئيس الوزاري محمد حسين روبلي شاكي بدن اياكو قدامن مالمهاني ما داما علي جا كجرية في اللا سوماليا اي سي وينو ديدين ان رئيس الوزاري روبلي لغو وريجيو امنiga عاصمة دا ايا دالكا سي كستوها اهاتي سياسيين بدن ايا وحا اي ليهين محا قرح يدا اللولا ايغان ايا dadka u dhaw rais wasaaraha maxamed xuseen roble dhinaca kale wasiirka gaashaaniga dawladda federaalka soomaaliya ayaa cambaareeyay qaraxii lala eegtay meel u dhaw xeerada ciidanka nacnac oo ay ku dhinteen dad shacab ah war ka soo baxay wasiirka ayaa lagu sheegay in dawladda soomaaliya ay ka xun tahay weerarkaasi waxayna qaadi doontaa tilaabooyin lagu xaqiijinayo amaanka wasiirka ayaa yiri waxaan alla subxaanahu wa ta'aala ugu baryayaa in uu jannada ka waraabiyo intii ku shahiiday caafimaad degdeg ahna siiyo intii ku dhaawacantay dawlad iyo shacab waxaa lagama maarmaan ah inaan u istaagno sidii aan isaga qaban lahaynay cadawga waxaan cambaareynaynaa falka wuxuushnimada ah ee argagixisada ay ku dhibaataynayaan shacabka aan waxba galabsan oo ku sugnaa goobo maqaaxi ah oo lagu qaxweeyo ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee maalmahaani waa lala yaaban yahay fila soomaaliya waxa ay samaynayaan inta ay isleeyihiin siyaasiyiinta niiga soo horjeeda ama mucaaradka ay qaraxyo ku dila waxaa dhimanaya shacabkii soomaaliyeed dhinaca kale shacabka soomaaliyeed oo falcelin laga naxo ka bixiyey imaatinka safiirka cusub ee sacuudiga qaar ka mid ahay bulshada soomaaliyeed ayaa si xadgudub leh oo laga naxo uga falceliyey kulan maanta waraaqaha aqoonsiga danjirannimo looga gudoomay safiirka cusub ee dawladda sacuudiga usoo dirtay soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya ayaa barteeda facebook ku baahisay sawirada wasiir cabdisaciim muuse cali oo nuqul ka mid ahay waraaqaha aqoonsiga danjirannimo ka gudoomay safiirka cusub ee boqortooyada sacuudiga usoo magacaawday soomaaliya axmed bin maxamed dad badan oo ka falceliya arrintaasi ayaa si akhlaaqda ka baxsan u weeraray safiirka cusub ee dawladda sacuudiga ay u soo magacaawday soomaaliya marka loo eego dhanka midabkiisa oo uu yahay nin madow ah ayaga oo hadallo cunsurinimo ah kula kacay safiirkaasi halka qaar kale ay dhahayaan aaway qabkii farmaajo uu sheegan jiray sacuudi carabiya si ay u bahdilayso dawladda madaxweynihii hore dhoohane maxamed cabdillaahi farmaajo dadka qaarkood ayaa soo dirsata safiira madow oo ku qeexay in ay ka dhigan tahay in sacuudiga yasayaan soomaaliya waa sida ay qoraalka u dhigeene hase yeeshee dadkaasi ayaa ah kuwo aan xog badan ka haysan in sacuudiga ay ku nool yihiin dad badan oo madow dhalad ahay oo xitaa qaarkood dalkaasi ugu horreeyey dadka carabta ahi waxaa yaab leh in dad soomaali oo madow ah ay haddana cunsuriyeeyaan qof kale oo madow ah oo weliba ah muslim ku diin ahay taasi oo muujinaysa heerka ay soomaalida ka gaareen kibirka iyo isla weyniga
weerarka lagu qaaday safiirka Saudiga ayaa ceeb iyo magacdil ku ah ummadda iyo dawladda Soomaaliyeed, waana in dawladda Soomaaliya ay cudurdaar ka bixisaa arrintaasi, ayay warbaahinada qaar qorayaan. Si kastaba ha ahaatee, dalka Saudiga ayaa u soo diray safiir u eg ummadda Soomaaliyeed. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.